السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لاولادنا من قصص الصحابه قصه ابو هريره رضي الله عنه. ابو هريره اللي هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو هريره رضي الله عنه اكثر الصحابه روايه وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، ولما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. كناه الناس في صغره بأبي هريرة، لأنه كان يرعى أغناما لأهله، وكانت له هرة قطة صغيرة يرعاها، وكان يضعها في الليل في شجرة ويخرجها في النهار ويلعب بها. يبقى الناس كانوا في الجاهلية بأبي هريرة، لأن هو كان بيرعى أغنام لأهله، وكان له هرة قطة صغيرة يرعاها، وكان يضعها في الليل في شجرة ويخرجها في النهار ويلعب معها. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة سنة 7 هجريا، وكان ذلك وقت فتح خيبر، فشهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء أهل الصفة الذين يسكنون المسجد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. كان للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام الأثر الأكبر في تنشئة وتربية أبو هريرة رضي الله عنه، فمنذ أن قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه مطلقا. وخلال سنوات قليلة حصل من العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحصله أحد من الصحابة جميعا. تمام؟ لما أذن الله للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه سرا. ولما عرفت قريش خبر هجرتهم تتبعوا أثرهم وبحثوا عنهم في كل مكان ليقتلوهم، فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى غار ثور ليختبئوا فيه. ولما وصل المشركون إلى الغار خاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله معهم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سورة التوبة الآية 40. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة، ونجاهم الله من أذى المشركين. وبعد الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة ابنة أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وفرح الصديق رضي الله عنه كثيرا بهذا النسب الشريف. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعي الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادة المؤمنين، إلى عباد المؤمنين، ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. تمام؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه مع من أرسل إلى البحرين، مع العلاء الحضرمي المبعوث لجمع الصدقات وتوزيعها. وحصل ذلك بعد توزيع مغانم غزوة حنين الواقعة في ذي القعدة سنة 8 هجريا. طال عمر أبي هريرة رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 47 عاما، ودخل مروان بن الحكم عليه في مرضه الذي مات فيه، فقال: شفاك الله. فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. تمام؟ توفى أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة المنورة، ودفن بالبقيع عام 57 هجريا.
وكان عمره 78 عام، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبفضله وصل إلينا جزء كبير من السنة النبوية المطهرة. ده أحد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية الحديث، وهو أبو هريرة رضي الله عنه. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.